جدوى فرص الانتاج، رفعت الراي البيضاء، فتحت البوابات على بركه الله. اندفعت جياد وافراس الانتاج عمر الاربع وخمس سنوات التي لم تسجل اي انتصار في مشاركاتها الماضيه، متنافسه في هذا الشوط على مسافه الميل ونصف الميل في شوط يخصص الخيار السعوديين المتمرنين، قيمه الجائزة 70,000 ريال. الاندفاعات تبدا مع لا تحسدوني مع النمر مقنط في المركز الأول الآن، وأيضا المتابعة من يستر عليك من الداخل في المركز الثاني، وأيضا المتابعة مع المتحرر في المركز الثالث مشاهدين الكرام، وأيضا علم خبر يأتي للمركز الثالث في هذه الأثناء تحديدا، يتقدم في هذه المنافسة دورة ونصف الدورة ميل ونصف الميل لهذه الجياد والأفراس المشاركة مشاهدين الكرام في شوط يخصص للخيال السعوديين المتمرنين، شوط من الأشواط المتميزة التي ينتظرها الخيال السعوديين المتمرنين الذين يلقون كل دعم ورعاية في هذه السباقات. الانطلاقة لا زالت مع لا تحسدوني يبتعد بأكثر من 10 أطوال في المركز الأول، وأيضا المحاولات تأتي من بقية الأسماء. وشاهد المتحرر مع إبراهيم الحصين يتقدم للمركز الثاني، وأيضا المتابعة من علم خبر ابن دكتور نعيمات في المركز الثالث، فيما لا تحسدوني ابن الأجزل الحصان الأشقراني في المركز الأول الآن يتقدم مع نمر مقنط، فيما أيضا الحضور يأتي من المتحرر الآن في محاولات للتقدم مع إبراهيم الحصين، وأيضا علم خبر يأتي بخبر جديد ويتقدم على ما يبدو في هذه المنافسة. مشهاب مع ريان الطويرش يأتي للمركز الثاني الآن في محاولة للتقدم، مشهاب إذن يتقدم من الخارج مع تراجع في هذه الأثناء من لا تحسدوني، التقدم مع مشهاب مع ريان الطويرش للمركز الأول يتقدم بقوة ما شاء الله تبارك الله، والحضور يأتي من جديد مع بنت الأجزل على ما يبدو وساعة الوغى إلى الأمام إلى المركز الأول، ساعة الوغى بكل قوة إذن للمركز الأول تنهي.